الجزء الثالث والأخير المكون لجذع الدماغ هو النخاع المستطيل واللي اسمه مدلة أوبلونجاتا. بيمتد النخاع المستطيل من البونس لحد الثقب العظيم اللي هو فوريمن ماجنوم. بعد الفوريمن ماجنوم بيستمر النخاع المستطيل في طريقه لأسفل، بس هنا بيتحول النخاع المستطيل إلى النخاع الشوكي واللي اسمه سباينال كورد. المدلة أوبلونجاتا بتحتوي على كل الفايبر تراكتس الموجودة بين الدماغ والنخاع الشوكي، بالإضافة إلى مراكز عصبية حيوية بتتحكم في تنظيم الأنشطة الداخلية للجسم Regulate Internal Activities of the Body. وبرضو المراكز العصبية دي بتتحكم في سرعة نبض القلب اللي هو Heart Rate وإيقاع ونظم عملية التنفس Respiratory Rhythm وضغط الدم Blood Pressure. بيحتوي السطح الأمامي والخلفي للمدلة أوبلونجاتا على شروخ أو فيشرز في المنتصف بالظبط، اسمهم Anterior Median Fissure في الأمام وPosterior Median Fissure في الخلف. الشروخ دي بتقسم النخاع المستطيل إلى قسمين متشابهين ومتطابقين تماما، وبيكون موجود على جانبي الأنتيريور ميديان فيشر 2 باندلز، يعني حزمتين من النيرف فايبرز اللي هي الألياف العصبية. الحزمتين دول اسمهم ميدالاري بيراميدز. الميدالاري بيراميدز بتحتوي على نيرف تراكتس، يعني مسارات أو سبل عصبية. النيرف تراكتس دي بتساهم في الفولونتاري موتور كنترول، التحكم في الحركات الإرادية. في نهاية الميدالاري بيراميدز من أسفل بنلاحظ بعض النيرف تراكتس اللي بتتقاطع مع بعضها علشان تعدل الناحية التانية. التقاطع ده بيوضح حقيقة إن كل نص من الدماغ بيتحكم في النص المعاكس له من الجسم. على السطح الخارجي من النخاع المستطيل بنلاحظ وجود بروز مستدير بيضاوي الشكل اسمه أوليف. الأوليف بتتكون من مجموعة أنوية وظيفتها إنها بتشارك في تنسيق وتوازن وتعديل النبضات الصوتية من الأذن الداخلية. Coordination, balance and modulation of sound impulses from the inner ear.